dédicace à toute l'Afrique et un maximum de bruit. Viva Africa! على أنغام إفريقية جزائرية افتتحت فعالية الأسبوع الإفريقي التي احتفلت بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس على مدار 5 أيام بحضور الدبلوماسيين وممثلين عن الدول الإفريقية على رأسهم الجزائر البلد الذي أعلن عن عودته في السنوات الأخيرة كعنصر فعال في القارة الإفريقية سياسياً اقتصادياً وثقافياً. L'engagement de notre pays auprès du continent avait débuté avant même notre indépendance et encore plus après l'indépendance. L'Algérie est un membre fondateur de l'OEA et aujourd'hui nous célébrons ce 60e anniversaire de la création de l'OEA et Union africaine. Les pères fondateurs avaient un rêve, la libération de notre continent. Nous avons réalisé de grandes choses depuis et aujourd'hui plus que jamais, l'Algérie, sous les orientations de Monsieur le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'implique encore davantage. مشاركة الجزائر في هذه الاحتفالية جسدها جناح ثقافي متنوع قدم أنواعاً من أطباق المطبخ الجزائري في مقدمتهم الطبق الأصيل الكسكس والحلويات الجزائرية إضافة إلى معرض للخزف اليدوي وعروض أزياء لللباس التقليدي من مختلف المدن الجزائرية وورشات للخط العربي بأنامل جزائرية. الجزائر دافعت بكل قوة عن الخط العربي لكي يصبح يعني يعترف به في منظمة الأمم المتحدة في اليونسكو ك يعني كتراث وطابع خاص لكل الدول العربية. بالبلوزة الوهرانية اعتلت المغنية الزهوانية مسرح اليونسكو في حفل ختامي جمع رقصات فولكلورية وموسيقى إفريقية وعزفت فيه موسيقى الراي، هذا الفن الذي حلق من الجزائر إلى العالمية والذي صنفته منظمة اليونسكو سنة 2022 كتراث جزائري غير مادي. سعيدة جدا بهذا الحفل الكبير في اليونسكو اللي ترسمت الأغنية الجزائرية الرايوية العالمية اللي ترسمت هنايا، وأنا فخورة جدا اللي كنت سفيرة الأغنية الجزائرية. اليوم عرس كبير هذه تاع اليونسكو مع اللي الراي دانييمون إلى إيتي روكوني بار اليونسكو كو سي تان باتريمون national algérien. Et pour avoir contribué moi-même à faire pousser le raï vers le haut avec la musique africaine aussi et avoir travaillé avec beaucoup de musiciens africains d'ailleurs, voilà, je suis très heureux aujourd'hui, c'est une belle journée. جناح الجزائر ومشاركتها في هذه الاحتفالية الإفريقية عكس تنوع ثقافتها وثرائها غير المادي، وكان نافذة صغيرة أطل منها الزائرون على ثقافة بلد لا زال يخبئ الكثير في جعبتها. لقناة النهار، هدى فتوان، باريس.